ليا صارت الامتحانات على الابواب للشهادتين التاسع والبكالوريا، وكلياتنا بنعرف قديش يمكن هي نقطه مفصليه عند الاهل والطلاب، قديش يمكن بيتعبوا اليوم الاهالي مع اولادهم، قديش ممكن يكون في ضغط عليهم في كثير من التفاصيل. يمكن لو بنتبعها مع طلابنا او اولادنا اليوم بنقدر نعدي هي المرحله بخير وسلام. بدنا نحكي عن هيدا الموضوع اكثر معنا الاختصاصيه التربويه جانيت الجلاد. يسعد صباحك اهلا وسهلا. صباحك اهلا وسهلا فيكم. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي. يعني بالبدايه مثل ما بيقولوا لا بيرتاحوا الاهل ولا بيريحوا الطلاب، فخلينا نحكي اليوم عن يعني بعد ما فات الوقت، طبعا يمكن ايام قليله باقيه لامتحانات الشهادتين التاسع والبكالوريا، كيف فينا نحن نريح اولادنا؟ كيف فينا نامن لهم اجواء مناسبه لحتى يكفوا تعليمهم ودراستهم ومراجعتهم بشكل صحيح؟ هلا اجمالا وقت بتبدا فتره المراجعه فبصير عندي اكثر ضغط على الاهل وعلى الطالب نفسه، انه انا يمكن مثلا الزمن المتبقي يمكن لحق انا ادرس خلص المواد المتبقيه عندي او يمكن ما لحقها، فشوي هون بصير انا عندي ضغط على الاهالي وضغط على الطلاب نفسهم. دور الاسره هون المفروض يكون دور يعني نشر الطمانينه، الاستقرار، على قد ما بيكون جو العائله مستقر على قد ما بمنح لطفلي الراحه انه يدرس بجو بيكون مليء بالطمانينه بالراحه النفسيه. قدر الامكان حاول ابعد طفلي على المشتتات، ممكن التليفون، لانه كثير بنشوف احيانا الطلاب وخصوصا بفتره الامتحانات بصير بقى يشوفوا الاوراق الذهبيه بما تسمى، او يمكن الاوراق الامتحانيه او بتكون يعني المتوقعه، الاسئله المتوقعه، فهون بتشتت الذهن الطالب. احيانا بتلاقي الطالب بس عم يقرا ماده معينه بفوت على الفيس مثلا بيشوف اسئله ثانيه، فبصير بتشتت عنده خلط، بصير عنده دمج بين هذه المواد، بكون عم بدرس ماده وبشوف بقى الاسئله الثانيه بصير بقى افتح كتب تانية لحتى اشوف مادة تانية لحتى حاول يعني راجع منها، فهون بصير عند الطالب تشتت. انا حاول قدر الامكان كعائلة كدور الاهل يعني هون مثل ما قلت لك نشر الطمأنينة الراحة النفسية له، كمان امن له المكان المناسب، لانه في حتى عندي انا كثير طلاب ما بيدرسوا غير بجو هادئ، جو حتى البيت بتلاقي اذا ما كان مرتب ما بيكون عندهم هي الراحة لحتى يدرسوا فيها، فهون مثل ما قلت لك دورنا نحن نشر الطمأنينة. وكمان اهم شيء انه انا ابعد طفلي عن او الطالب عن يعني الازعاجات ممكن تصير ان كان التي في ان كان الاخوات الاصغر، حتى قلل قدر الامكان الزيارات العائليه ممكن تصير، بس لحتى امن له هذا مثل ما عم لك الجو الاسري المستقر لحتى هو يحس بالطمانينه ويكون عنده ذهنه صافي وركز اكثر بدراسته. يمكن هي نقطه اساسيه لازم نوقف عندها شوي معك قبل ما نحكي كيف ممكن الطالب فعليا يحضر للامتحان ويكون عنده راحه نفسيه. البيئة المحيطة قديش بتلعب دور اليوم؟ اليوم نحن بنعرف انه الطالب او الطفل هو انعكاس لبيئة اهله او المحيط تبعه، الاهل احيانا هن بيكونوا العائق المشكلة للطلاب، لانه نحن عايشين هي التفاصيل، بتلاقي الاهل متوترين اكثر من الطالب، احيانا بتلاقي الام حافظة اكثر من الطالب. هون بدنا نوقف عند نقط محددة لكل اللي عم يتابعونا لنقدر فعليا يخلوا طلابهم او اولادهم يمروا بخير وسلام بهي المرحلة، خصوصا لانه نحن اساسا كنا بحالة حرب، يعني تحسي الطفل او الطالب اليوم فعليا ما هو لسه متحمل ظروف اخرى قاسية. خلينا نحكي كيف ممكن بعض النقاط، الام احيانا بتكون بتتوتر بشكل كثير كبير، قلق، بتلاقي هذا التوتر والقلق بينعكس على الطالب او الطفل. هلا اجمالا مثل ما حكيتي حضرتك انه الاهل بيكونوا اصلا متوترين اكثر من الطالب صحيح. نفسه، فنحن نحاول قدر الامكان انه ما انقل انا مشاعري لطفلي، حاول قدر الامكان افصل مشاعري عن مشاعر طفلي، اذا حسيت انا كام او كاب بالبيت ما عم بقدر افصل مشاعري عن مشاعر طفلي، حاول قدر الامكان ما احتك معه، ما ادخل معه بجدال، يمكن هذا الجدال يوصل بنقاش مثلا يكون عن دراسه او على الامتحانات، حاول ما ادخل معه بجدال صعب يعني عن الامتحانات او عن الدراسه، وبالاخير يمكن يكون هذا الجدال يوصل لانه يعصب الطالب ويبطل مثلا يدرس. مثل ما قلت لك حاول افصل مشاعري عن مشاعر طفلي، هيدي اهم نقطه ممكن نساويها. وثاني شيء انه حاول أن اخفف من التوتر، حد التوتر عنده، ما اكون قاسيه، اذا انا حاسه حالي انه ما عم بقدر اضبط مشاعري قدام طفلي ما اقعد معه بنفس الغرفه، يمكن اقلل
مثل ما قلت لك تواجدي معه قدر الامكان، خليه يدرس لحاله. صح، احنا بيكونوا قاسيين صارمين، يعني ممنوع لازم تعمل هيك تدرس هالقد. هلا نحن بنشكل عامل ضغط نفسي عليه تماما. تهويل الامتحانات هو اللي بيخلي الطالب عنده متوتر، وحتى الام نفسها. فهو امتحان، انا اقول لطفلي امتحان هو مثل اي امتحان ثاني، فليش التوتر ليش الخوف؟ يعني انه مثل اي امتحان مر معك بالسنوات السابقه، لما انا بعطيه هي الشعور بالطمانينه هو بيرتاح نفسيا وبيركز اكثر. يعني مو انا عم بعطي كل وقت البيت جو المشحون والضغط وانت لازم تدرس وما في استراحه بالمره، فهون قديش انا بكون عم بضغط عليه نفسيا. قدر الامكان حاول مثل ما قلت لك امن جو راحه طمانينه لإله. انا اذا ما عندي قدره افصل مشاعري عن مشاعره، لا خلص خليني حاول قدر الامكان ما احتك معه، هو يدرس بغرفه وانا اكون بغرفه ثانيه، لانه بالتاثير نحن يعني بننقل هي المشاعر لاطفالنا من دون ما نحس يعني. فضل يعني اعزل حالي شوي عنه، خليه هو يدرس راحته براحته. يعني اذا انا كنت ما عندي مشكله بامتحانات، ومثل ما قلنا رح ينتقل هذا الحكي للطفل بالتاثير، رح يشعر هو مطمئن. اذا انا ما عندي هذا الشعور اصلا كيف بدي انقله لطفلي؟ فخليني انا مرتاحه لحتى طفلي يحس انه معناته الامتحان هو شيء عادي شيء طبيعي مثل اي امتحان ثاني. اذا شاف طفلي انه انا متوتره مثل ما قلت لك هو رح يتوتر اكثر، لانه رح يقول اذا انا امي متوتره فمعناته انا كيف رح اكون؟ عرفتي؟ لهيك قدر الامكان نحاول نخفف عنهم، نعطيهم ثقه بنفسهم. مثل ما قلت لك الطمانينه كثير هامه، كمان عبارات التشجيع والدعم للطالب بتهم كثير، مثل انت قادر، انت رح تستطيع، رح تنجز الامتحانات، رح تجيب علامات عاليه، كمان هذا الدعم الطفل او الطالب ابننا يعني بهذه الفتره كثير بحاجه لهذا الدعم النفسي، فنحن ما نقصر بهذا الموضوع معه، ندعمه قد ما فينا بعبارات التشجيع، او حتى مثل ما قلت لك توفير المحيطة من إضاءة، تكون الإضاءة مالها خافتة مشان ما أرهق حاسة البصر. كمان ابعدوا دائما عن الأصوات العالية المزعجات ممكن تصير من التي في أو من أي مصدر تاني. تمام، مثل ما حكينا كمان التليفون او الاجهزه الخلويه يعني كمان كثير بتاثر على الطفل وبتشتته. احيانا بيكون عم يحكوا بجروبات مع اصحابهم، يعني فجاه مثلا بيكون حدا حكى انه انا مثلا درست اكثر، بصير هون الطفل بصير عنده هذا الضغط والتوتر انه رفيقي عم يدرس اكثر مني معناته انا ماني ملحق، فبصيبه هذا الضغط. فنحاول كمان هذا التليفون ما يكون بجنبه، وما اخدع نفسي انه انا التليفون جنبي ما حقرب عليه، خليه بغرفه ثانيه تماما، هي فتره قصيره وراح تمر وبترجع بعدين بتمارس اي نشاط عادي عندك. نعم. كمان يعني مثل ما بدنا نأمن لطلابنا بيئة مناسبة، أيضا بدنا نأمن لهم غذاء مناسب. تماماً. اليوم الراحة النفسية والراحة الجسدية والتغذية الصحيحة يعني لجسم سليم، شرب جرعات من المياه مع الفيتامين سي، قديش بيعطيه انرجي وقد بيخليه يمكن يكون عنده وقت أكثر لحتى ما ينعس ما يتعب ما يصيبه خمول. خلينا نحكي عن العلاقة قديش مهمة. هلا ليك مثل ما حكيتي حضرتك انه البيئة المحيطة، هلا هي بتشمل مثل ما قلنا البيئة المادية والمعنوية، المعنوية مثل ما قلنا الدعم النفسي لإله انه بالعبارات التشجيعية، وفي عندي كمان البيئة المادية من مثل ما قلنا الإضاءة، كمان من ضمن النوم الكافي، لأنه أحيانا بنشوف كثير طلاب بيرهقوا نفسه لساعات متأخرة من الليل، إنه أنا ما بدي أدرس أنا ما راح آخذ فترات استراحة، هذا كثير غلط. يعني المفروض إنه أنا أقسم وقتي زمني بين الدراسة وبين يعني الفواصل أو البريكات يعني، وبدي أنوه هون على شغلة إنه فترة البريك او الاستراحه ما تكون اكثر مما يجب ولا اقل مما يجب، لانه اذا كانت اكثر مما يجب رح يصير انا عندي تشتت وحتى ذهني ما رح يكون عنده هالاحتفاظ بالمعلومات، واقل مما يجب كمان ما حاستفيد لانه لازم اترك للدماغ فرصه لاستيعاب ما حفظ. هيدي النقطه كمان هامه. بالنسبه للتغذيه كمان مثل ما حكيتي نبعد قدر الامكان عن الوجبات السريعه، مع انه كثير احيانا الطلاب بيحبوها بهالفتره، بس المفروض نحن نبعدها تماما. كمان تكون العصائر طبيعيه، الاغذيه الصحيه مثل الاغذيه اللي بتحتوي على مثل السمك مثل الجوز اللوز او الحبوب الكامله، كلياتها هي يعني بتعزز صحه الدماغ وبتخلي الطالب يكون عنده يعني هيدي الطاقه مثل ما حكيت الانرجي بتكون موجوده عنده باعلى مستوياتها. هيدي النوم الكافي مثل ما قلنا لساعات مثل ما قلنا بالعاده 7 لـ 8 ساعات، حتى اذا انا ممكن حاول مثلا حتى الدراسه تكون بساعات الصباح، لانه كثير بنشوف اطفال طلاب يعني ما بيحبوا يدرسوا الا بساعات الليل متاخره، نحن نبدا مبكرا، ليش افضل؟ لانه يمكن انا وصلت لنص النهار جسمي يتعب، يصير عندي خمول بالجسم، فانا بكون لا درست الصبح ولا اعطيت فرصه انه ادرس بعد الظهر، فدائما قدر الامكان نبدا مبكرا، نعطي فتره استراحه، مثل ما حكيت تكون يعني ساوي التوازن بين فترات الاستراحه وفترات الدراسه، وبعدين المساء كمان يعني بساوي كمان فتره دراسه ثانيه. واكيد بدنا قريش زياده يعني اللزوم بتعمل
بتعمل خمول وبتخلي الطالب ينعس، يعني بتحسي طلاب البكالوريا بياخذوا صحه على قد ما بياكلوا. فكمان الرياضه كثير مهمه، يعني بدل اوقات الاستراحه ما يمسك الطالب الموبايل او يعمل شيء غير مفيد انه بس لانه هيك استراح. كمان قديش مهم اليوم انه يعمل تمارين رياضيه، اذا يسجل بالجيم اذا في، او يطلع يمشي بالشارع، قد بترجعي بتعد له حيويته ونشاطه. هلا شوفي، مثل ما قلت لك انه اغلب الامهات او حتى الاباء، الاهل بشكل عام، مجرد نحن دخلنا فتره المراجعه بينسوا تماما النشاطات اللي كان يعملها الطالب اثناء يعني بحياته العاديه. فنحن ما نحاول حتى نفصل هي الامور مباشره عن الطالب، لانه هو رح يحس اصلا بالتوتر انه انا لغيت الرياضه من حياتي، لغيت حتى التي في، لغيت مثلا اصحابي شوي. فنحاول قدر الامكان يعني نبلش بتوازن معه. الرياضه كثير مهمه، المشي بالهواء الطلق، اصلا نحن الدماغ بتغذى على الاكسجين، فلما انا عم بمشي فعم حرك الدوره الدمويه عندي، فطبيعي انه يصير تحسن بالتركيز بالمزاج للطالب. كمان شرب كميات كبيره من المياه كمان بتفيد بهذا الموضوع. اذا انا ما بدي روح، مثلا يمكن اغلب الاهالي بيقولوا اذا بدي روح انا مثلا على النادي او شيء بدي ضيع زمان، فانا ممكن امشي بالجنين اللي عندي اياها او حتى بالشارع، يعني مده ربع ساعه 10 دقائق بس حرك الدوره الدمويه عندي لحتى دخل اكسجين للدماغ ويصير عندي زياده تركيز اكثر. مثل ما قلتي، الاكل ضروري، النوم ضروري، التغذيه السليمه ضروريه، الرياضه ضروريه، كله نحن ما نحاول نمنع الطالب تماما عنهم، مثل ما قلنا بالتدريج شوي شوي. واصلا هي يعني الطفل بحاجه لها، ان كان النوم، ان كان الاستراحه، ان كان الرياضه، حتى يمكن جمعه الاصحاب لوقت قصير كمان ضروري. يمكن حتى هي الجلسات الامتحانيه بتصير مع الاستاذ او مع المعلم الماده او حتى مع اصحابهم بين بعضهم، بصير في عندي نقاش، يمكن انا يعني يخطر ببالي السؤال اساله، استفيد من معارف رفقاتي. يعني كمان انا ما امنع طفلي او طالبي او ابني يعني تماما عن هيدي المؤثرات بالتدريج لحتى ما يحس انه فعلا هو انقطع تماما عن العالم الخارجي، ويصير بعدين هو بزيد التوتر عنده. طيب خلينا نحكي، ايام قليله بتفصلنا عن بدء الامتحان الشهادتين التاسع والبكالوريا، خلينا نحكي كيف في الطالب والاهل يستغلوا هاي الايام بمراجعه المواد وما ينضغطوا، يعني قديش فعليا فيني انا استغل هاي الايام لبقدر فعليا حافظ على المخزون المعرفي، على الطاقه يمكن فينا نقول جسديه للشخص، على كل شيء درسته خلال السنه، لانه هاي الايام مفصليه. واحيانا بتحسي خلل صغير خلال هاي الايام او خلال فتره الامتحان ممكن تضيع مستقبل الطالب. صح. هلا ليكي، دائما نحن شو بنقول انه مثلا خصوصا طلاب الشهاده الثانويه انه هي البوابه نحو المستقبل. صحيح. فبصير انا عندي هذا الخوف انه انا يمكن ادرس مثلا وما اجيب علامات منيحه، معناتها انا رح اروح علي فرصه اني ادخل فرع منيح يعني، وهذا الفرع يمكن كان يوصلني بالمستقبل لمهنه انا بتناسبني او لا. اول شيء انه انا ما اضغط طالبي او ابني انه انت بدك تدرس مثلا طب او انت لازم تدرس صيدله، لانه حتى لما بيدرس الطفل برغبه منه، مثلا انا حابه ادخل مثلا هندسه ديكور، هيدي الرغبه انه انا ادخل هذا الفرع هي رح تكون حافز لي اني انا ادرس بشكل يعني مركز اكثر. كمان نحن بقول انا دائما ما نرفع سقف توقعاتنا، يعني كثير مثلا الاهالي بيكونوا يعني بيعرفوا قدرات ابنهم، طبعا نحن اصلا عندنا فروق فرديه، فمو كل الطلاب نفس السويه الدراسيه. واصلا اذا بقول انا دائما المجتمع بحاجه لكل المهن، يعني مو ضروري كل الناس تدخل طب، مو ضروري كل الناس تدخل محاماه مثلا، يعني المجتمع بحاجه لكل هاي المهن. فنحن ما نضغط على الطالب بهيدي الفتره، خلص يدرس براحته، علاماته شو ما كانت تمام، يمكن هو يدخل فرع هو حابب يدخله، ما له حابب يعني يدخل طب، هو حابب يدخل مثلا اي فرع ثاني. فمثل ما قلت لك الرغبه تبعته انه يدخل هذا الفرع هي رح تكون محفز له. الشغله الثانيه انه تنظيم الوقت، يعني حاول قدر الامكان ما يكون عندي مضيعه للوقت. اوكي يكون في فترات استراحه بس ما يكون مثلا يعني استغل قدر الامكان الوقت بالدراسه. كمان في شغله ثانيه، حل اسئله الدورات السابقه، خصوصا اذا انا عندي طالب تاسع اساسا هو لسه مو متعود على جو الامتحانات، شو رح يكون عنده؟ رح يكون عنده خوف من نمط الاسئله، كيف رح تجي؟ يا ترى انا رح اقدر اضبط زمني خلال الساعة ونص او الزمن الامتحان على هذا التوقيت ولا لا؟ فحل اسئلة الدورات السابقة اول شيء بتخلي الطالب يصير عنده ضبط للزمن، انه انا يمكن استعجل شوي او بطئ شوي بهذا الموضوع. الشغلة الثانية كمان بتخلي عنده يتعرف على نمط الاسئلة، صياغة الاسئلة كيف بتجي، حتى دراسته بتصير على هذا النمط. وقت انا اشوف عندي فقرة قدامي مباشرة بيخطر على بالي انه هذه الفقرة ممكن يجي منها سؤال اختيار متعدد، يمكن منها يجي سؤال مثلا مقارنة او سؤال من اي سؤال ثاني، فهمتي علي؟ فاسئله الدورات ضروري الطفل يحلها، الطالب يحلها بهي الفتره. الشغله الثانيه، اذا انا يعني ضغطت كثير بالزمن ما ادرس معلومه جديده، شفتي ليه؟ لان المعلومه الجديده بتلغي المعلومه القديمه وما حتترسخ بالذهن، فانت رح
تدرس معلومة جديدة رح ما حترسخ بالذهن، ومعلومة القديمة احتمال أنت تنساها. فأنا حاول ماني مخلص كل المنهاج للمادة، أوكي براجع فقط اللي أنا دارسه لأنه حتى ثبت المعلومة واحتفظ فيها ويكون عندي سهل استرجاع أثناء الامتحان. أما أنا هلأ عم بدرس درس جديد، أول شيء رح ياخد مني زمن كتير، وتاني شيء احتمال كتير كبير أنا ما احتفظ بالمعلومات الجديدة. فبس يكون مراجعة. حتى كمان أنا كمان فترة المراجعة الأساسية بيكون الطالب عم يشتغل مثلا درس المادة، بيكون عم يحط رؤوس أقلام، عم بيكتب القوانين، القواعد الهامة، أي شيء يعني العناوين العريضة ممكن يعلقها على مكتبه على الحائط. فترة الامتحانات للمادة ممكن يشوف هاللون، بس يصير عنده يعني مراجعة سريعة لهاللون الأساسيات. يعني مو أنا أسا بدي أدرس كل المادة، أصلا ما رح لحق قبل الامتحان بيوم إنه أنا أدرس هيدي المادة كلياتها. ويعني مثل ما قلتي تنبيه الحواس دائما، إن كان بالصورة إن كان بالسمع، قديش بأيام الفحص أو تماماً. بوقت الامتحان هي بترجع ذاكرتك، خاصة إذا كان في قصص شايفتيها أو سمعنتيها. خلينا نحكي عن نقطة مهمة اليوم بالإعادة، بيضيعوا بدنا ندرس المواد العلمية ولا الحفظية. الأوقات المناسبة هيك أنت كأخصائية تربوية، المواد الحفظية لازم قبل الظهر ولا بعد الظهر؟ ويعني أو بتفض أو صح إنه نعيد مواد حفظية 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 وبعدين علمية علمية علمية؟ هلا ليكي يعني ما ندمج ولا شو؟ هلا إجمالا في مثل ما حكيت أول شيء بالبداية إنه في ناس بصريين، في ناس سمعيين، في ناس بتتأثر بالبصر مثل ما قلت لك. يعني بيكون مثلا مكان إذا ما كان مريح ما فيها تدرس، عرفتي؟ فنحن نعرف طفلي أو ابني هو من يعني هو ذاك يعني أو هو بصري أو سمعي، عرفتي كيف؟ نشتغل على هذا الأساس. هلا بالنسبة السؤال كان إنه نحن كيف تقسيم المواد العلمية تماماً. والأغلب الحفظية أنا عندي يا أدبي عملية. يعني وفي عندي أصلاً بالأدبي جزء شوي علمي، والعلمي في عنده قسم أدبي. هلا إجمالاً أنا عندي نوعين من الدراسة، يا أما يكون شفهي أو يكون كتابي. كلياتنا بنعرف طبيعي أنه المواد العلمية مثل الفيزياء مثل الماث الرياضيات هي كلياتها بتعتمد أنه قوانين وحل وشغل، فهي لازم تكون كتابي. أما المواد الثانية الحفظية يكون أنا عندي مثلا ساوية تسميع شفهي مثلا. وعلى فكرة التسميع هو مرآة الذاكرة، فأنا حاول قدر الإمكان خلي مثلا أمي أو أخي الأكبر مني هو يكون عندي يسمع لي. مثل ما قلنا التسميع هو مرآة الذاكرة، وهون بعرف أنا مثلا قدر الإمكان أنه أنا مدى احتفاظي بهي المعلومات. بيفضل أنه أنا خلي حدا شخص أكبر مني يسمع لي أفضل من التسميع الذاتي، لأنه يمكن أنا أشوف الكتاب أو يمكن ما يعني ما يكون تسميع نظامي. فإذا كان مواد أدبية مواد الحفظية اللي عم تقولي عنها حضرتك، مفروض أنه أنا ساوية شفهي، بيكون أسرع أصلاً الحفظ، أسرع من أنه كتابي. أما المواد العلمية بدها شغل، المفروض نقعد نشتغل ورقة وقلم، نحل مثل ما قلنا أسئلة دورات سابقة، ممكن استعين بأستاذ المادة، بحدا أكبر مني عنده يعني مثل اختصاص الرياضيات أو أي مادة اللي هو الطالب عم يدرسها. هلا اغلبنا نحن بنعرف انه الدراسه الصباحيه افضل انواع الدراسه، افضل من اي وقت ثاني من وقت متاخر للحفظ ولا لكل شيء، لاي شيء، لانه بيكون الذهن صافي، عندي قدره احتفظ بالمعلومات، انا اصلا بكون مركز اكثر. اول شيء يعني استيقظ، اتناول وجبه الفطور، يمكن اخذ عصير، بعدين ابدا بالدراسه. دائما الفتره الصباحيه افضل، مع انه انا كثير بشوف طلاب انه يمكن فتره بعد الظهر بتناسبهم اكثر. انا بقول لازم استغل كل الفترات، اكثر شيء نركز على الصبح، بس كمان بعد الظهر كمان لازم ادرس، مو انه درست الصبح انه لا، لانه فتره قصيره الامتحانات لازم استغل اي وقت وما يكون عندي مضيع على اي وقت، لانه نحن بحاجه الزمن كلياته يعني. فاذا كان صبح وكان بعد الظهر المفروض نستغله كلياته. طيب خلينا نحكي عن فتره الامتحانات. اول ما يبلش الامتحان يصاب الطلاب يمكن بخوف برعب، في ناس أول ما تدخل على قاعة الامتحانات ممكن ترتعب، تخاف، يصير عندها ردة فعل. في كثير من يمكن من الطلاب اللي حوالينا خسروا بعض العلامات يمكن، وفرح حابب يدخلوا بسبب الخوف، مع أنه هو بيكون محضر منيح دارس منيح، بس هي بس أول خمس دقائق هي بتنعكس يمكن على الساعتين خلال فترة الامتحان. كيف فيهم يتصرفوا بهي اللحظة؟ نعطيهم بعض الخطوات أو بعض النصائح، وأحيانا بتلاقي الواحد بيمسك الورقة بيقرأ فورا، إيه عم يرجف خايف، بيقرأ كل الأسئلة وبعدين هيك بتوقف تمسح الذاكرة فجأة. صح. هي التفاصيل كتير يمكن مهمة لكل الطلاب اللي عم يتابعونا. خلينا نحكي هيك بعض النصائح شوي شوي كيف يعني يتعاملوا
مع قاعة الامتحان، واحيانا بتلاقي كلياتنا مرينا بهي المرحلة صح. المراقب بتلاقي رهبة الامتحانات يعني. احيانا تصرفات احيانا بيأثر عليه اي يمكن تماما. تفصيل صغير حواليه. هلا ليكي الخوف بيجي من انه انا ما عندي فكرة، مثل ما قلنا الخوف من المجهول. فانا بعرف انه هيدي الاسئلة ما رح تطلع عن نواتج التعلم اللي انا تعلمتها خلال السنة او من غلاف الكتاب الغلاف، ما حتطلع من براته. فطالما انا محضر منيح دارس كثير منيح، فليش الخوف؟ ليش لحتى اتوتر؟ مثل ما قلتي في كثير طلاب بتمسك الاسئله مباشره بتقراها كلياتها. هلا احيانا شيء ايجابي انه انا اقرا لهي، يمكن انا احفز العقل يعني زيد تركيزه اكثر. في طلاب لا بتحب تفضل انه يعني يدرسوا يبلشوا كل سؤال لحاله افضل، مشان يكون انا ركز الدماغ على هذا السؤال. مثل ما بنقول يعني ركز هالاسئله كلياتها، طلع بدماغي السؤال اللي احدده، طلع المعلومات اللي خاصه بهذا السؤال واكتبها. كمان ضمن الامتحان بدنا نحكي كمان خصوصا طلاب التاسع اللي مو مارين فتره الامتحانات، يعني وقت اللي بيكون بالمسوده اذا انا بدي اكتب على المسوده مفروض انقل اي شيء على المبيضه، ما اخلي شيء على المسوده. اذا انا حاسه انه انا يمكن انسى، ممكن انا اكتب قلم رصاص على المبيضه وبعدين اكتبه بالقلم الحبر مشان ما اخسر زمن، لانه مثل ما قلت لك في كثير طلاب خصوصا طلاب الشهاده الاعداديه ما عندهم ضبط لهذا الزمن. صحيح. فالمفروض انه ابدا سؤال اكتبه، اذا مر معي سؤال انا ما عرفته مو واقف عنده لازم كمل اكتب اشتغل سؤال ثاني، مشان مو انه يخلص الزمن عندي اياه وانا لسه في اسئله ما اشتغلتها. فحاول اي سؤال صعب علي ما لقيت له جواب انتقل للسؤال اللي بعده. ومثل ما حكينا بلش بالسؤال الاول وركز دائما انه انا ما يضل عندي شيء على المسوده، لازم كلياته احطه على المبيضه وارجع اذا كان عندي زمن زياده ساوي اعاده للاسئله، يمكن يكون في شيء معلومه نسيانتها. وفي شغله كمان بدي ركز عليها، اغلب الاطفال او الطلاب يعني بالشهادات بيقرا نصف السؤال وما بيكمله، فانت وقت لازم الطالب هون تفهم السؤال بالضبط شو مطلوب منك، لانه الفهم هو نصف الاجابه، فانت وقت بتعرف شو مطلوب منك ما بتشوف حالك بعد شوي انا كتبت وطالع كثير مبسوط الامتحان انه انا كتبت، بتفاجئ انه الشيء اللي كتبته السعاده الزايده ممكن ايه صحيح تماما، الشيء اللي كتبته ما بيخص هذا السؤال. فدائما ادرس السؤال منيح، افهمه بذهني كثير منيح وبعدين اكتب السؤال، مشان ما مثل ما قلت لك انصدم بعدين انه انا اشتغلت شيء غير المطلوب مني. تمام. بالختام يعني بدنا نتمنى التوفيق لكل طلابنا، وختاما قديش مهم انه اليوم الاهل يكونوا اكثر رواق. بعرف اكيد وكلنا بنعرف انه في ضغوط كثير صعبه صح. بالدنيا وبالحياه، الوضع الاقتصادي صعب، كلنا تماما. متوترين، كلنا معصبين، ولكن بالختام نصيحه اخيره للاهالي كيف يكبوا تعبهم ويستوعبوا هالطالب يلا صح. ما باقي غير وقت قليل، هذا اصعب وقت بيكون. هو مثل ما حكيت هي الفترة الأخيرة كل ما بلش العد التنازل الامتحان كل ما بلش التوتر عند الأهالي أكثر وعند الطلاب أكثر. مثل ما قلنا حاول ما أتوتر، لا أنا، لأنه مثل ما قلت لك التوتر بينتقل لأبنائي بالتأثير. جو البيت ضروري، جو الأسري المحيط كمان ضروري، تغذية سليمة ضرورية، النوم الكافي كمان ضروري، لأنه كلاتنا بنعرف قديش النوم هو مريح أصلا للجملة العصبية. فلما أنا بعطي طفلي إنه ينام فترة طويلة فبيكون هو استيقظ ذهنه صافي، بده يكون عنده قدرة على التركيز أكثر. رياضة، المشي لمدة 10 دقائق ربع ساعة، كل ما شفت حالي تعبت ممكن أنا أخذ بريك، ممكن التأمل، اليوغا حتى أنا أغمض عيوني يعني أتخيل أي شيء بخص الامتحانات شيء ايجابي. يعني ممكن كمان الفترات الاستراحه تكون للصلاه، تكون للاستحمام، ما حاول قدر الامكان اي فتره استغلها مشان يكون عندي مضيع الوقت. الاستراحات مثل ما قلت لك ممكن تكون صلاه، ممكن تكون استحمام، ممكن تكون اكل وجبه خفيفه، ممكن النوم. يعني هيدي الفترات الاستراحه مثل ما انا تقسمها بين فترات الدراسه لانه هي اساسيه وضروريه لحتى انا يعني ايش عم بقول طاقتي وكون جاهزه لحتى اتلقى اي معلومه جديده عم خزنها بذهني. اكيد بنتمنى لكل الطلاب الشهادتين التاسعه ان شاء الله بالتوفيق لجميعا. ودائما متعودين انه في متفوقين بشكل كبير بسوريا. بدنا نتشكرك اكيد ست جونات الجلاد الاختصاصيه التربويه على وجودك معنا وعلى النصائح اللي حكينا عنها اليوم. شكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا لك.